قوم اقف شد حيلك، عايزك تاخد حمام تفوق تنزل تشوف شغلك، تذاكر تنجح، تبني ملاعب وبيوت وجوامع كنايس. مصر مش محتاجة دموع، محتاجة ايدين وعقول. انا اسف يا خالي، اسف. يعز علينا سيادتك يا فندم تسيب الكرسي ده وتسيبنا. كل الكراسي سايلة، اللي باقي بس هو اللي نفعت بيه الناس. سيادتك استاذنا افضلك على الجميع، من اصغر واحد لاكبر واحد. كلكم ولادي، واللحظة دي كانت جاية جاية. المهم تفضل مرفوع الراس ومرتاح الضمير وانت سايب مكانك. يا ريت سيادتك يا فندم تفكر تراجع قرارك ده، البلد فعلا محتاجاك. كل وقت وله رجالته، وكل سياسة ليها من ينفذها. شوفوا الشغل بخير. يعني ايه يستقيل؟ هو حر؟ لا طبعا مش حر. اما انت غريب صحيح، ايه اللي انت بتقوله ده يا اكرم؟ اللي بقوله ان في ناس كتير قوي مصيرهم مرتبط بمصيره. انت بتتكلم عن نفسك؟ لا بتكلم عنك انت. انا؟ وايه اللي دخل بابا في شغل؟ انت ناسي انك انت هتاخدي ماجستير عشان اسم ابوكي وبس. انا ما اسمحلكش انك تقولي كده. ولا تسمحي، كلام دلوقتي مش هيفيد، كلاب السكك كلها هتعض فينا واحد ورا التاني. ايه ده؟ احنا في غابة؟ اسخن. المنصب والوظيفة هما اللي بيخلوا الناس تجري وراكي وتتمنى رضاكي، وفي نفس الوقت بتخلق 100 واحد يكرهوكي ويتمنوا انهم ياخدوا مكانك. على العموم انت شاطر في البيزنس وتقدر تكسب منه اكتر ما بتكسب من الوظيفة. انت عايشة فين؟ في المدينة الفاضلة. يا ريت. فهميني كويس، المنصب هو اللي بيجيب البيزنس. اثبت يا فاطمه عشان اعرف احط الروش كويس. ما انا قاعده متحنطه من الصبح عامله زي عمود السواري لما خشيت. يا اختي على دلع العرايس. مريم هتشيلي قلم الكحل. حاضر. ربنا يخليكي يا مريومه واشوفك عروسه وازواقك بايدي ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. وريني بقى كده. اوعي عيني تدمع لحسن انا شرفت الدنيا. لا مش هتدمع بس اثبتي. لو سمحتي يا مريم افتحي الباب لحسن يكون زين. افتحي يا مريم. امال عليا فين؟ هبكي دلوقتي تروح تجيب جاتوها هي وجوزها. طبعا يا حبيبتي مش فرحانين بيكي يا اختي. العريس جه قبل فاطمه ومعاه ابوه. لا ده مش ابوه، ده عمه، اصل هو يا حرام يتيم. يا حبيبتي يا اختي على الحنيه. من فضلك يا مريم ممكن تدخليهم اوضه الصالون؟ ما انا دخلتهم ولا سيبهم واقفين على الباب يعني. ماشي الله عقلك ناوي. طب نسيت اقفل الاكسسوارات. ثانيه واحده. والثانيه. اهلا. ازيك يا مريم؟ اتأخرت ليه يا محمود بيه؟ بيه كده مره واحده؟ وباشا كمان. امال فاطمه فين؟ فاطمه جوه مع ماما في اوضتها بتعمل مكياج، والعريس جوه مع عمه. خش لهم. لا دخليني الاول عند فاطمه. بالك هي كده يا كده. السلام عليكم. اهلا يا محمود بيه. طب ثانيه واحده بس اسلم على ابيه. ازيك يا ابيه؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. ايه ده؟ امال هتعملي ايه يوم الفرح يا طمطم؟ يجعل ايامكم كلها افراح. مريومة اعملي بقى حاجه للضيوف على ما ابي يروح. لا انا هروح له وانت تبقي تحصليني. ها بقول لحضرتك ايه؟ امال لو سمحت يعني بالراحه عليه بس عشان هو طيب قوي والله ولسه ما دخلش دنيا يعني. حاضر حاضر يا حبيبتي حاضر. اهلا وسهلا خطوة عزيزة. اهلا محمود بيه. زين العابدين فؤاد. نورت يا استاذ زين. عمي حضرتك عارفه طبعا. اهلا بعز الحبايب.
مين اللي مع عريسك ده؟ ده عمرو، حتى بيقول يعرف حضرتك. ده ندل وخسيس ولا يمكن احط ايدي في ايده ابدا. يعني ايه؟ ده خاين وبعد اعدائي، لا يمكن يخش بيتي ولا يناسبني. طب وزين ذنبه ايه يا جماعه؟ يا جماعه استهدوا بالله، كل مشكله وليها حل. انا ماشي يا محمود. ماشي استنى استنى، ما يصحش. هو في ايه؟ ماله محمود بيه واخد في وشه كده؟ اسمعني بس. اسمع ايه يا فاطمة؟ بعد ما تهزقت وظهرت قدام عمك كأن عيل لا رحت ولا جيت. ما هي المشكلة بقى بصراحة في عمك، ممكن تيجي من غيره؟ مش هيحصل يا فاطمة. انت ما تعرفش اللي بينهم وبين بعض ايه؟ هيكون ايه يعني؟ مشاكل، مشاكل بتحصل في اي حتة. ده ما يدلوش الحق انه يسيب ايد الراجل الممدودة ويهزقه وهو في بيته. لا يا زين، الحكاية مش مشاكل، الحكاية ان عمك باع اخويا لحسين الدهشان وطلع كل اسرار الشركة بره. اخوك يقول لك كده بقى هو حر. عمي بقى بيقول كلام تاني، بيقول ان اخوك رماه رمية الكلاب في الشارع بعد ما خدمه خدمة العمر، وفي الاخر حتى ما ادالوش مكافأة. انا اخويا عمره ما يكذب ابدا. يا سلام، ليه؟ نبي ولا ملاك نازل من السماء ولا عشان غني يبيع ويشتري في الناس؟ انا مقدرة اللي انت فيه، عشان كده مش هزعل منك، بس صدقني يا زين انا ماليش ذنب. مش هاجي من غير عمي يا فاطمة، واخوك لازم يعتذر له. انا اعتذر لمسعد؟ ده يبقى نهاية العالم. انا مش عشان مسعد، انا عشان زين. زين؟ زين مين وبتاع مين؟ زين ايه ده؟ هو مش عارف انت مين ولا اخوك يبقى مين ولا هيناسب مين؟ ده يبوس ايديه وشه وضهره. انا لولا انك مصر عليه انا ما كنتش وافقت ابدا. اللي زي زين ده يقعد شهر عشان يعرف يقابلني. ما هو مش جاي يتوظف عند حضرتك، ده جاي يناسبك. ما عشان كده لازم يعرف حدوده من الاول كويس قوي. عمه ده كان حيوديني السجن يا فاطمه. انا مش فاهم ازاي ترضي لاخوكي ان يحط ايده في ايد واحد زي عمه. يعني مفيش فايدة يا ست. افهميني افهميني ارجوك، الله يخليكي. انا مش ضد زين، ولا انك تحبي، ولا انك تختاري اللي انت عايزاه واقف جنبك، بس حطي نفسك مكاني. الراجل ده تاريخه اسود معايا. عموما عشان خاطرك انت يبقى خلي زين يفوت عليا في الشركه لوحده وانا هعرف اتفاهم معاه. ما هو مش راضي. خلاص بقى هو حر. انت رايحه فين يا بنت؟ اجي اوصلك. مش كده قوي، هروح لوحدي. احسن احسن برضه عشان تعرفي تفكري بهدوء في الكلام اللي قلته لك. فاطمه، ازيك يا فاطمه؟ وحشاني. ايه مالها فاطمه؟ بعدين احكي لك. والله انت سايب المكتب ليه؟ عندي ليه خبر مش كويس يا محمود. بس يا ساتر يا رب. خير؟ المحامي كلمني من امريكا وخسرنا قضيه الضرايب. ها؟ انا قفلت علينا. قاعدين قاعدين. انا بقول يعني يا بابا بعد اذن حضرتك طبعا ما يجي ويقابل حضرتك. ابو اخوكي محمود. يا بابا اخويا راكب دماغه، وبعدين حضرتك اللي ابويا مش هو؟ برضو اخوك الكبير. طب ما انا عايز افهم، اخويا الكبير يعني يتحكم في مصيري مثلا؟ لا لا لا، برضو بس يعني ما فيش حاجه تتعمل الا بالرضا. برضو ورضاي انا مش مهم. الزمن يا فاطمة يا بنتي بيحل كل حاجة. زمن؟ وأنا لسه هستنى الزمن؟ يا بابا حضرتك عارف أنا عندي كام سنة دلوقتي؟ هو زين راجع من الجيش إمتى؟ خليني بقى، أجازته لسه بعد شهر. قبل ما يجي يا بنتي أنا هقعد مع أخوكي وأوعدك إني هحل المشكلة. برضه ما اكلتش؟ ليش نفسي يا نور؟ معقوله اللي انت عامله في نفسك ده يا حبيبي؟ ايه المشكله؟ كل ده عشان احتمال يشيلوك من منصبك لما بابا يسيب الشغل؟ مش احتمال، ده اكيد. وافرض الدنيا مش هتقف؟ انا بالنسبه لي هتقف. انا ضعيف يا نور، والسلطه بتديني القوه
زي ما تكون طاقة داخلة جوه عروقي. إحساس السلطة ده حاجة فظيعة، مرعبة وجميلة. الكرسي اللي بتقعدي عليه بعد شوية يبقى جزء من كيانك، وأنا اتعودت على كده، أحكم وأمر ويتقال لي شبيك لبيك. مش هقدر أتغير. ما تروح لدكتور نفساني يا أخي. لا أنا ما قصدتش كده، أنا قصدي إن الواحد في الحالة اللي زي دي بيبقى محتاج إنه يتكلم، وانت ما بقتش تتكلم معايا خالص. ايه هو انا مش حبيبتك؟ فاكر ايام زمان؟ فاكر لما كنت بتجيلي في نادي الضباط وكل ما اروح في حته الاقيك؟ عرفت كل حاجه عني، الالوان اللي بحبها، المزيكا اللي بحبها، تهجرني وبتلوموني ليه؟ كتبت كل الكلمات بتاعت الأغاني دي وبعتها لي مع بوكي ورد، ويوم ما تقدمت لي ما قدرتش أرفضك، كنت مبهورة بيك، كنت أنت بالنسبة لي الفارس اللي أنا بتمناه. ياه إحنا إيه اللي غيرنا قوي كده؟ أنا حاسة إن فات 100 سنة مش 4 سنين بس. بقول لك ايه، تيجي نروح للدكتور وبعد كده عزمك على العشاء ونرجع كل السنين اللي فاتت دي؟ مش انت عايز تخلف؟ طب يلا قوم بقى قوم. ايه ده، مين اللي هيبقى جاينا في وقت زي ده من غير ميعاد كده؟ ادخل. ايه يا فهيم؟ بهجت بيه بره وعايز الباشا. خير يا بهجت؟ انا اسف يا قنبيني، جيت من غير ميعاد. مساء الخير يا هاني. مساء النور يا بهجت. يا بهجت ايه اللي حصل؟ عارف مين اللي جه مكان فؤاد باشا؟ مين؟ احمد الشعراوي. يبقى جه وقت الحساب. اتفضلوا على مكاتبكم. بهجت افندم، ابعت حد يشيل الورد ده وجمع لي الكروت. حاضر يا فندم. بعد ساعة واحدة عايز اكرم زهني يكون قدامي هنا وتيجي معاه. تحت امرك يا فندم. مبروك يا بهجت بيه. على ايه يا سيدي؟ ما هي باينة زي الشمس. اكرم بالسلامة وانت مطرحه. وانت بقى بتقرا الكف ولا بتضرب الودع؟ بس بصراحة ده مكانك من زمان. طب شكرا شكرا. يلا كل واحد على مكتبه. ازيك يا اكرم؟ ازيك يا بهجت؟ تمام التمام. ايه ما جيتش بدري ليه عشان تبارك للباشا؟ كلها ساعة وحبارك له. على رأيك. قول لي يا بهجت، ما عندكش اخبار؟ لا علم علمك والله، بس انا عايزك تجمد قلبك عشان ما تشمتش حد فيك. ها مبروك يا فندم. الله يبارك فيك يا اخي. اقعدوا واقفين ليه؟ كل التقارير اللي جايه عنك يا اكرم بتقول ان في تجاوزات كتيره يا فندم. المشاهد حتى اسال بهك. التجاوزات دي أنا عارف إنها حقيقية يا أكرم، ومن غير ما أسأل حد. اوعى تفتكر إني نايم على وداني زي غيري. أبداً يا فندم. أنا عموماً ده عهد وانقضى. خلينا بقى في المفيد. في عهدي أنا كل شيء لازم يتغير. عشان كده بهجت هيحل محلك يا أكرم. أما أنت بقى
فأنا عينتك النائب بتاعي. ألف مبروك يا أكرم بيه. اختيار في محل والله يا فندم. ده شرف لأي مكان اللي سيادتك تبقى فيها يا فندم. شكر على شرفه ده يا اخوان. والله من القلب يا باشا. طبعا مهجد مش عايز تقول حاجة؟ ألف مبروك يا أكرم بيه. ألف مبروك. الله يبارك فيك وفيهم. تفضلوا بقى على مكاتبكم. مهجد استنى. أنا عايزك. أنت شايف إن كل حاجة اتغيرت. يا ريت أنت بقى كمان تتغير وتبقى قد المكان اللي أنت فيه. مش فاهم. يعني الموضوع الأخراني ده لو اتكرر تاني رقبتك قصاده. ما هو أوعى تفتكر إن أنا هنسى الموضوع ده. وأنا هعرف مين اللي باع للمصري. دلوقتي أو بعدين. يا فندم كلنا كنا متصورين ان اول واحد هتستغنى عنه هو اكرم زهري. عشان عندكم قصر نظر. الفتره اللي جايه هيكون فيها تغييرات كتيره وتصفيه حسابات وضرب تحت الحزام. عشان كده محتاجين لناس تقتل وبدم بارد. عندك حق يا باشا. اسمع يا صفتي، أنا عايزك تقدم لي تقرير أسبوعي عن كل تحركات أكرم زهني. مفهوم؟ أحلى حاجة فيك يا أنكل إنك بتحكي كل حاجة بمزاج. مرة بقى وأنا في أمريكا رحت أعزي في أم واحد كان بيشتغل عني. كانت ست كبيرة وعجوزة، حاطينها في صندوق حوالين منها شموع وستات كبيرة قاعدين حوالين منها، عددهم كتير كلهم عواجيز، كل واحدة فيهم على الأقل يعني مغيرة مثلا ثلاث شرايين. كانوا زعلانين بس واضح انهم مش زعلانين عليها، زعلانين من الموت اللي قرب من كل واحد فيهم. سلمت عليهم وقعدت. نعمل ايه يا محمود؟ تقول لهم ايه؟ قعدت احكي لهم عن واحدة حبيتها، عن شفايفها، عن ابتسامتها اللي بتنور الدنيا بحالها، عن لمسة ايديها، عن نظرة عينيها، عن همس كلامها. شوية شوية شافوا حبيبتي معايا، ما شافوهاش وبس، وعاشوا معاها كمان، ونسيوا في لحظة الست اللي قصادهم في التابوت. عارفين ليه؟ ليه؟ عشان العطور والزهور والحاجات الحلوة تقدر تغلب أي خوف. الحياة تقدر تغلب الموت ذاته. أنا سمعت يا يوسف إنك بتحب السينما، صحيح؟ يعني. طب بتحب الأفلام العربي ولا الأجنبي؟ الأجنبي. اشمعنى يعني؟ عشان عشت بره؟ لا، عشان واضحين. أه، بس مش عاطفيين زينا. ومين قالك بقى إن إحنا عاطفيين؟ إحنا كدابين. عجبك كده؟ شايفة طريقة كلامه؟ ايه الولاد في السن ديت؟ بيبقوا حساسين قوي. وبعدين ما تنساش ان هو اتحرم من عطف امه. امه كل حاجة امه. محمود وطي صوتك.
في خبر لازم تعرفه. خبر ايه؟ أكرم زهني اترقى، بقى أقوى من الأول. مش عارف أنا إيه الجلياطة وقلة الذوق دي. بس عمالة تقابلك وأنت عمال ترد كده بطريقة كأن زورك واقف في حاجة. يا بابا أنا بعبر عن اللي جوايا. إيه بقى اللي جوايا؟ نفسي أفهم أنا بقى إيه اللي جواك ده. اسمع يا يوسف، تبطل حركات العيال دي. أنت عارف أنا بعاملك صاحبي قبل ما تبقى ابني، ولازم تعرف إني أنا هختار شريكة حياتي زي ما أنا عايز. مدام كليل. أيوه مدام كليل، هتجوزها ومن هنا ورايح تعملها زي أمك بالظبط. أيوه بس هي مش أمي. هتبقى أمك، من هنا ورايح هتبقى أمك. أنا مش عايز كلام تاني في الموضوع ده، اللي فيها مكفيني. يا أخي خليك معايا، مش عليا. تصبح على خير. طب ما تسيبه يتجوز. ده بيقول لي اتعامل معاها زي ماما. يا أخي قول له طيب، وبعدين يعني ما أمك الأصلية موجودة بروح أشوفها أي وقت. حتى ماما مش حاسة بيا. يا سيدي أحسن من مفيش. أنت أصلك مش عارف يعني إيه تبقى يتيم. كل عيد العيال تبقى فرحانة إلا أنت. كل يوم ترجع من المدرسة تلاقي البيت فاضي تفتكرها. كل أم تحضن ابنها قصادك تشتاق لحضنها. أنا جايز أنا عند وعايز أتشاكل كل لحظة. بس والله أنا طيب. ده أنا حتى عمتك عليا من كتر ما إحنا هنا ساعات ببقى عايزة ترمي في حضنها وعيط. بس أرجع وأخاف لحد يضحك عليا. أحلى حاجة إن أنا كنت جاي لك عشان أعيط لك. هتلاقي أنت اللي بتعيط. بس خلاص بقى أضحك بقى يا أخي الله. مدام كليف. خير يا عزيزة. في واحدة اسمها فاطمة المصري عايزة تقابلك. دخليها بسرعة. اتفضلي. مساء الخير. أهلا. مساء النور. ازيك؟ اتفضلي. ميرسي. اتنين قهوة بسرعة يا عزيزة. ازيك؟ الحمد لله. أنا يعني محرجة قوي عشان يمكن حضرتك ما تكونيش تعرفيني يعني. أمال مين اللي يعرفك؟ محمود حكالي كل حاجة عنكم. حتى لما كنتيش قلت اسمك برضو كنت هعرفك. عشان كده انا جيت لحضرتك. اموريني. انا عارفه طبعا ان ابي محمود بيحبك قوي، وعارفه كمان ان انتوا ان شاء الله هتتجوزوا. هو للدرجه دي الموضوع؟ مش مهم التفاصيل يعني. انا قصدي اقول يعني ان انا عارفه ان انتي غاليه عنده قوي، وعارفه كمان ان انتي ليكي تاثير عليه يعني ممكن توسطي لي عنده. طب ممكن اعرف ايه الحكايه الاول؟ معنى ان اكرم زهني اترقى يبقى مش هيسيبنا في حالنا ابدا. يعني ايه؟ رايك اننا نسافر؟ لا طبعا. بعد الصفقه اللي كسبناها بقى لنا ارضيه في السوق. وبعدين لو سافرنا امريكا الضرايب مش هتسيبنا. انت ناسي قضيه الضرايب؟ ما عادش لينا غير مصر. طب واعدائنا اللي هنا؟ في كل حته هتلاقي اعداء. دي قوانين السوق. طب والحل؟ مش معقول هنفضل قاعدين ساكتين كده ولا نبقى مجرد رد فعل لأي هجوم. محمود أنا ما بقتش فاهم. أكرم زهني معاه السلطة والفلوس، إحنا معانا فلوس، يبقى باقي السلطة والنفوذ، وفوق كل ده وسائل الإعلام والصحافة. لما تبقى مشهور عدوك يفكر ألف مرة قبل ما يهاجمك. وممكن وانت تحت الضوء تبقى هدف سهل قوي لعدوك انه يصطادك. انا ست وحاسه بشعور فاطمه كويس. كل يوم ورا التاني بيعدي عليها من غير جواز بيحسسها باليأس والإحباط. كل كلمه ونظره موجهه ليها مش هتنيمها طول الليل. على ايه كل ده يا محمود؟
ده انت اللي قايله لي على علاقه مسعد بحسين الدهشان. انا قلت لها الكلام دوت وانت كمان عندك حق، بس لو فكرت فيها يا حبيبي هما الاثنين ما لهمش اي ذنب. عايز تقف قصادهم ليه؟ عايز تعمل فيهم زي ما ابويا عمل فينا؟ ده انت بتحب يا محمود، واللي بيحب بيسامح. سامح اللي يحبه مش اللي يخونه. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك. مبروك يا فاطمة. الله يبارك فيك يا أمين. مبروك يا حبيبي. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. مبروك يا حبيبي. ربنا يبارك لنا فيك يا محمود. خد بالك بقى. يلا يا جماعه حطوا لنا اي اغنيه فرنجي. يلا. عقبال شكري. عقبال مريم. عقبالك يا مريم. عقبال الحبايب كلهم. يلا يا بولين شغلي الكاسيت. تعالي هنا رايحه فين؟ فايده فيك يا امل. اتفضل. ايه ده؟ هديه صغيره عقبال ما جيت في كتب كتاب. انا جد كتير قوي. ميرسي خالص. ابي محمود شوف ذوق مدام كلي. اه طبعا مدام كلي طول عمرها زي واحد. ميرسي يا حبيبي. ده حاج مدام كلي دي بقى عارف. رحت البيت وشفت صورتها الجميلة متعلقة زي القمر وهي لسه زي القمر. ربنا يخليك يا حاج. تعال تعالي اقعدي. روح شوف الناس انت يا محمود. روح شوف الناس. خلص. بقول لك روح شوف الناس يا محمود. ماشي يا لعيب. خلي بالك من محمود. في عينيا. محمود محتاج يهدى ويبص لحاجة تانية غير الشغل والسوق ومعاركه اللي ما بديهيش. في حاجات حلوة قوي في الدنيا حرام انه يضيعها. العمر زي القطر بيعدي في لحظة. الشعر الأسود بيبقى أبيض
الجلد المشدود بيتغير، الصوت العالي الواثق بيتحشرك، واحنا نبص لصورتنا في شبابنا ونتحسر. انتوا هتتجوزوا امتى بقى؟ قريب ان شاء الله. اللي اتجوزنا يا علي. احاول انسى. يا بنات مالكم مالكم؟ عايزين الشعر. ايه بقى الناقصه وقله الادب دي؟ ايه يا مصطفى ده فرح؟ يعني تقوم تتهزي والناس تتفرج عليكي كده؟ بتغير عليا؟ ما تغيريش الموضوع. انت شفت بنفسك طنط عليا احرجتني ازاي؟ ماليش دعوه انا. ما اقدرش اقول لها لا. محدش له كلمه عليكي غيري. وبعدين دي ابو فاطمه طيبه وغلبانه وكلنا لازم نفرح لها. حد قال لك ان انا زعلان عشان هي هتتجوز؟ امال ايه بس؟ انت هتستعبطي ولا ايه؟ طب خلاص ما تزعلش. الحكايه دي ما تحصلش تاني. طيب حاضر، بس يلا نخش احسن حد يشوفنا من اللي فوق عشان خاطري. ما تعمليش كده تاني. حاضر بس يلا. يا نهار اسود، دي طنط مالي. تاني طنط مالي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، في أمل، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. أنا لازم أمشي محمود. وصلي حبيبتي. لا، خليك أنت مع الناس. لا تقريبا خلصت. طب من غير ما نسلم، علشان ما نعملش أنا. أوكي حبيبتي. عايزك بكرة. هو على طول قاعد يقرا كده، شكله مغرور قوي، وفاكر نفسه احسن مننا. على ايه؟ بيقول ابوه غني قوي. ده بيجي المدرسه بعربيه مخصوص. يا سلام. بس 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 الميس وصل. جود مورنينج. جود مورنينج. انا مدرسه الادب الجديده بتاعتنا ميس لميس، عايزه كل واحد منكم يعرفني على نفسه. اتفضل. انا علاء. انا اسلام زكي. تعرف يا مصطفى، انا بحلم احب واحده زي دي. نفسي بقى تفوق احلامك. اسمك ايه؟ انت نايم؟ سوري. انا اسمي يوسف محمود المصري. روميو وجولييت. باين عليك رومانسي قوي. شوف يا مسعد، الدنيا عمرها ما بتمشي على كيف حد. يعني لا في صديق دايم ولا عدو دايم، انما في مصلحه دايمه. فاهم يا مصعب؟ فاهم يا باشا. انا لو عليا اقسم بالله العظيم ثلاثه ما احط ايدي في ايدك لغايه يوم القيامه. ما خلاص يا باشا، احنا ربنا عفى الله عما سلف. ماشي يا مصعب، انا هدي لك فرصه اخيره على وعسى. جربنا يا باشا وهتشوف. انا عايزك معايا. ايه ده؟ ده انا اسيب الدنيا دي كلها واجي لك يا باشا. لا 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 لا، انا مش عايزك تسيب اي حاجه. مش فاهم. انا فاهمك، انا عايزك تفضل في الدنيا اللي هناك في الظاهر، وفي الدنيا اللي هنا في السر. ها قلت ايه يا باشا؟ احنا خلاص، احنا بقينا قرايب. ما بقدرش اقول لك لا. بس اقسم بالله العظيم ثلاثه يا مصعد، لو شميت ريحة خيانة منك. والنبي يا باشا، والنبي يا باشا، عشان خاطري ما تجيبش ست الموضوع التاني. ماشي.
ماشي يا ابو نسب. ماشي. فكرتيني بايام الخطوبه. كانت احلى ايام. هنعيشها على طول. انا حاسس ان الدنيا فاتحه لي دراعتها. يا رب اشوفك مبسوط كده على طول يا حبيبي. انا مبسوط عشان انتي جنبي. يا احلى ست في الدنيا. ايه الكلام الحلو الرومانسي ده؟ هتسمعيها على طول. بجد؟ يعني الشغل مش هياخدك مني تاني؟ حتى لو في شغل هيكون عشانك وعشان ولادنا. مش تشدي حيلك بقى وتجيبي لي بنت زي القمر زيك. ما انت اللي منشف دماغك. مش عايز تروح للدكتور ليه؟ هروح له بكره عشان خاطرك. عاوزين يحرجوا الرئيس، عاوزين يعملوا انهيار دستوري. هما مين دول؟ وقد تقدم كل من السادة وزير الحربية ووزير شؤون رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الشعب وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا تقدموا باستقالاتهم إلى السيد محمد أنور السادات رئيس الجمهورية. حركة معلم. اتغدى بيهم قبل ما تعشوا بيه. وانت ايه رايك يا اكر؟ يا فندم انا رايي دايما من راي السادة. الله يرحم ابوك. عارف يربي بصحيح. صباح الخير. رايح فين؟ رايح الجامعه. مش بتقول ان انت تعبان؟ انا كويس اهو. ولا انت غاوي مشاكل؟ مشاكل ايه بس؟ ايه اللي جاب سيره المشاكل دلوقتي؟ الدنيا قايمه على بعضها وانا ما حكيتش غيرك. ما تعمليش زي ابويا، ده انا طول عمري بقول عليكي جدع وفهمان. الله الله على العرايس. ايه يا عم الجمال والشياكه دي كلها؟ بس يا واد. يا بختك يا عم زين. يا واد اسكت يا ولا، ابنك بيكسفني على فكره. ايه بيسلمني على العريس. حاضر. استني استني انا نازل معاكي. يا اخي حاجه غريبه قوي. هي ايه اللي حاجه غريبه قوي؟ الدنيا. الدنيا فجاه تحس ان هي متصالحه معاك. مع ان هي اللي كانت من شهر سودا ودمها تقيل. دلوقتي بقت حاجة تانية. الشمس غير الشمس والبحر غير البحر. حتى الناس على رأي الست سومة كل الناس حلوين. تعرفي بقى ان انت اللي غريبة قوي. اشمعنى؟ كأنك مش اخت محمود بيه. ليه بقى؟ يعني انت رومانسية وفيلسوفة وهو عملي بدرجة مخيفة. لا متهيألك يا زين والله، ده في شغله بس عشان كده ناجح، إنما بقى في الحقيقة ده واد حبيب ورومانسي وأطيب منه مفيش. على فكرة إداني عرض مفتوح أشتري شقة اللي تعجبني إن شاء الله تكون بمية ألف جنيه. لا 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 فاطمة، أي شقة والسلام. يا عم خلصونا أنتوا بس وحاربوا وارجع لي بسرعة لحسن أنا خلاص هتجوز على روحي. خلاص طمني، الرئيس قال السنة دي سنة الحسن.